الإله الواحد آمين. آمين. أيها الإخوة، يجب أن نتذكر أننا هنا نجلس على مائدة المحبة، والمحبة للجميع ولا كراهية لأحد. نحن دائماً نحب الجميع، وأنا تعلمت منكم كلمة مهمة مهمة: تسامح تسامح تسامح، محبة محبة محبة. واسمحوا لي أن أشكر كل الذين ساندونا بالقول أو بالفعل أو بالفكر، فرداً فرداً بدون استثناء. ونصلي ونتمنى الخير لجميع الذين لم يحالفهم الحظ أن يقفوا مع خادم المسيح، لأنني إذا كنت خادماً للمسيح فهذا لا يعني أنني أخدم المسيح. المسيح له ملائكة يخدمونه، ولكن إن كنت خادماً للمسيح فواجب علي أن أخدم شعب المسيح مهما كانوا ومهما كانت صفاتهم. بهذه المناسبة أطلب من سعادة رئيس البلدية أن يتقدم ويلقي علينا كلمة بهذه المناسبة السعيدة. حنون حنون يعني صوتك عندي صوتك يا خالد. نحتفل مع ابونا حنان وعائلته الشماوي بولادة أب جديد للطائفة. طبعا نشكر جهدكم جميعا وكل اللي ساندوا ابونا حنان وساندوا رحلة النضال تبعته عشان والله فكر طويل جزء من المؤسسة الدينية داخل مدينة بيت صحور، اللي باعتباري التشديد فيها التطوير فيها نتيجة الكبر للآباء لأجل يحتاج البلد يعني تضخ دم جديد داخل الطائفة. وأنا باعتقادي هذا لا يعيب الطائفة ولا يعيب المدينة. الذي يعيب المدينة أن المدينة ما تستطيع تلبي احتياجات تعاناتها بشكل صحيح. يعني أنا لما أسمع بعض الروايات انه والله يا ابونا ما فيش الاكراف، ابونا ما فيش عارف، يعني كان القصه كسرت قصه ماليه في المدينه، وهذا شيء عيب مو بيت صحور اكبر من الموضوع، اكبر من نتعامل مع رجال الدين اللي بنحبهم وبنقدرهم انه موضوع مالي انك تدفع رواتب. والله الطائفه بدها تدفع رواتب الاباء اللي بخدموها تروح وتسكن. انا باعتقادي هذه مسؤوليه جماعيه. إذا أنتم بدكم خوري أو البلد بدها طائف بدها خورة يجب الحفاظ عليهم. والنزاع اليوم أنا باعتقادي نزاع له علاقة بالمال، له علاقة بنقدر ندفع ونقدر نسلم، وهذه القضايا باعتقادي يجب أن تخرج من رأس الخورة أيضا ورأس لجنة وكلاء الكنيسة. يجب أنهم يقعدوا يحملوا البلد والطائفة مسؤولية هذا الموضوع، لأنه ما بصير ينزل الخورة ولجنة وكلاء الكنيسة لهذا الموضوع ويصير هذا السكر تبعهم ويصير هذا تفكيرهم. تبنزلوا لهذا المستوى أنا باعتقادي بخربوا ما بعمروا، لكن يجب أنه رجالات الطائفة وعندنا رجالات بيقدروا يتحملوا المسؤولية أيضا يكونوا جزء من تحمل المسؤولية معاهم. هم لحالهم ما بيقدروش، لجنة الوكلاء تحديدا هم ممثلين لعائلاتهم، كل واحد يجمع عائلته يحكي معه، أنه إحنا لازم نحافظ على كرامة الأباء الموجودين. هذا هو الأساس اللي لازم يكوننا في هذه المدينة.
عشان هيك احنا نتمنى لابونا حنا النجاح بالتقدم وخنقول طبعنا وحياتنا المصالحة والمسامحة. احنا ما بدنا بدنا نتسامح مع الجميع ونتصالح مع الجميع وكل الاباء اللي بخدموا هم ابائنا ونحترمهم وراح نبقى على احترامنا لهم وان شاء الله الله يقدرهم على خدمة هذه المدينة. كل عام وانتم بخير. صلى الله عليه وسلم.